أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة تانية. خلينا مع حضراتكم ناخد البلاغ الأول، هو بلاغ اعتقال لمحمد جمال محمد عبد المجيد. الاسم محمد جمال محمد عبد المجيد، العنوان مركز الصالحية الجديدة محافظة الشرقية، السن 23 عام، طالب بكلية الزراعة الفرقة الثالثة جامعة الأزهر، معتقل من يوم 20/12/2017، متواجد بسجن طرة شديد الحراسة. طبعا هذا الطالب معتقل منذ ما يقرب من عام، يعني عام وأيام قليلة، منذ ديسمبر الماضي من عام 2017، والحقيقة أنه متواجد في سجن طرة شديد الحراسة. خلينا نسمع من والدة محمد. أم محمد، في البداية أهلا بحضرتك. أم محمد، خلينا نعرف أسباب اعتقاله وظروف حبسه الآن، يعني وظروفه الصحية، وضعه كويس، بتقدروا تزوروه، هناك زيارة ولا لا؟ تفضلي. أسباب الاعتقال دي طبعا إحنا ما نعرفهاش، هما ليه معتقلين، يعني أسباب الاعتقال إحنا هنعرفها إزاي؟ هما مش محتاجين سبب يعني عشان يعتقلوا أي حد. بعدين محمد طالب في جامعة، طالب في كلية زراعة، كلية عملية زي ما حضرتك عارف، يعني أنت حضرتك عارف طالب كلية عملية يعني إيه، يعني بيحضر سكاشن وحضور وانصراف ومعمل وحاجات زي كده. زي محمد بقى متحول لمحاكمة عسكرية، ومحمد ممنوعين إن إحنا نشوفه أو نزوره. نعم. ازاي يعني؟ طيب. انا عايز افهم محمد دوت يعني ايه وضعه، ايه حضرتك اللي دول الاسباب ديت هم اللي عارفينك ايه هي الاسباب، احنا ما نعرفش ايه هي الاسباب. طيب، ظروفه داخل. طيب طيب، خلينا نتجاوز هذه النقطه يا ابو محمد. خلينا نسمع من حضرتك وضعه جوه السجن ايه دلوقتي، يعني هل في زياره؟ وضعه الصحي كويس ولا لا؟ اتفضلي يا فندم. يا فندم احنا مش نعرف عنه اي حاجه، من بقاله اكتر من سنه ولا شفناه ولا نعرف عنه اي حاجه، احنا مش بنتواصل، مفيش اي تواصل خالص بيننا وبينه، ولا بنشوفه ولا نعرف عنه اي حاجه. كل اللي في الموضوع ان احنا بنروح ندفع مبلغ من الفلوس عشان يروح له الكانتين وناخد بيه ورقه وبس على كده. لكن انتوا متاكدين؟ اي حاجه خالص. انتوا متاكدين ان محمد موجود في السجن ولكن بدون معلومات؟ ايوه، بدون. هو بعد ما اختفى فضل مختفي 7 شهور. نعم. بعد ال7 شهور عرفنا ان هو في المكان دوت على اساس ان هو تعرض على ايه، على محكمه عسكريه. نعم. طب هو ده طالب جامعه، وحضرتك بقول لحضرتك كليه زراعه كليه عمليه، ده طالب جامعه وزي كده ويتعرض على محكمه عسكريه، يتحول لمحكمه عسكريه، عمل ايه محمد؟ طيب محمد، ده احنا اللي عايزين نعرفه بقى. نعم. محمد ابنك الكبير والوحيد ولا هناك اخوه اخرين؟ اكبر واحد في اخواته. طيب خلينا اسمع. اكبر واحد في اخواته. نعم. محمد انسان خلوق ومحترم، هو اللي شايل مسؤوليه اخواته، واخواته الصغيرين هو اللي شايل مسؤوليتهم، شايل مسؤوليه امه، يعني ربنا يحرمهم من اولادهم زي ما حرمونا من اولادنا كده، ربنا يحرمهم منه، حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم في كل ظالم يا رب. نعم. أم محمد، زي ما حرمونا من ولادنا كده ان هم يمسكوا ايدينا ولا نشوفهم حتى بس بعينينا، جايين في لما احنا نكبر كده، واكبر واحد في اولادي كده اذا نتحرم منه كده في العمر اللي احنا محتاجينه فيه. نعم. حسبنا الله ونعم الوكيل فيه. أم محمد، خليني اسال حضرتك جانب اخر. في البيت لما محمد ما يكونش موجود، ما بياكلش معاكوا، بتطمني عليه لما بيروح الجامعه ويرجع، خلي الناس تعرف مدى هذا الشعور المؤلم اللي بتعيشوه في البيت نظرا لفقدان محمد من البيت. طبعا محمد لما انا بصحى كده الصبح، محمد اللي كان لما بيجي هو كل حاجه بيعملها لنا، بيجيب لنا الانبوبه، بيجيب لنا العيش. طبعا اخواته البنات مش يعرفوا يخرجوا لسه صغيرين، هو اللي بيتولى امرنا في كل حاجه. وانا برضه انا عندي 50 سنه، مش لسه صغيره عشان انا اللي اروح واجري واتمرمط، بدل ما احنا نستريح في السن الكبير ده احنا نتمرمط قدام السجوع ونروح نقعد بالساعات الطويله واقفين واحنا مش قادرين نقف اصلا عشان خاطر نروح ندفع مبلغ كده ونيجي. لا احنا انا ببص للسور كده واقعد اعيط اقول يعني ابني ورا السور ده. نعم. الله ونعم الوكيل فيهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. من اولادهم زي ما حرمونا من اولادنا. حسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا العيشه صعبه من غير محمد طبعا. يلا الحمد لله على كل حال. الحمد لله، واملنا في الله كبير يا ام محمد،
إن شاء الله بإذن الله يعود ليكي قريب، يقعد معاكم مرة تانية ويرعاكي ويرعى أخواته البنات إن شاء الله. أملنا في الله لا ينقطع. بشكرك جدا يا محمد، وبشكرك على مشاركتك وحديثك معنا النهارده.